أقامت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في العاصمة العراقية بغداد معرضها السنوي الشامل الذي يعد الأكبر للأعمال الفنية. وشمل المعرض مجموعة أعمال فنية من الرسم والنحت والخزف لعدد كبير من الفنانين، حيث زينت جدران القاعة بأعمال الفنانين التي تميزت بجمالية الفكرة والمضمون. يثير بنا ذلك الحنين الجميل لبغداد القديمة ولموجوداتها، تثيرنا أو تحفزنا أن نتذكر الربل ونتذكر الآلات القديمة وكذلك الموجودات أو الأشياء التراثية القديمة البغدادية، من شناشيل إلى أبواب قديمة وشبابيك إلى أدوات يستخدمها البيت البغدادي القديم. كان يعني مهرجانا جميلا، أعادنا إلى الزمن الجميل، زمن الصناعة الشعبية والصناعة الوطنية الخالصة. يعد المعرض السنوي للجمعية من أهم المعارض التي تدعم الفن والفنانين في العراق، حيث يضم المعرض عددا كبيرا من الفنانين الذين جاءوا ليعرضوا أعمالهم وفنونهم المختلفة في الأقسام كافة على اختلاف أنواعها. المعرض بالحقيقة هو نموذج لعراق مصغر، لنماذج مصغرة من العراق التراثية، وهو المقام من قبل مركز المصغرات العراقي بإشراف وزارة الثقافة. حقيقة كل ما موجود بي يمثل أشياء قديمة بالعراق، من حيث النحت والرسم وأيضا الزخرفة على الحجر الحصى، وكثير من الأعمال اللي الشباب عملوها. شارك في المعرض أكثر من 400 فنان تشكيلي. حاولت اللجان فرز الأعمال المشاركة لتصل إلى 150 عملا فني من نحت وخزف ورسم بأنواعه وغيرها الكثير من الفنون، حيث يتوح المعرض للفنانين العراقيين الفرصة للتعرف وتبادل الخبرات والمعارف، ويتيح للفنانين أيضا منصة ليعرضوا عليها للناس أعمالهم الفنية.